صباح النور، مرحبا بكم. البارح وفات البطولة في موسمها الحالي، موسم 2021-2022. نقولوا ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، بطل تونس المرة السادسة على التوالي، المرة 32 في تاريخ الفريق، مع منافسة قوية وشرسة مع فريق آخر يستحق كل الاحترام والشكر، والاتحاد المنستيري. جوز مقابلات البارح تلعبوا من أجل تتويج، زاد مقابلة أخرى تلعبت في سوسة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي من أجل مقعد بلوتو في كأس الكاف الموسم القادم. نحكيه على مقابلة فت بالتعادل 0-0 في سوسة بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. ياسين شماخي كان خذ ورقة حمراء في دقيقة 71 نقطة لكل فريق البارح في سوسة. نحكيه دونك على زوز مقابلات اللي صار فيهم التشويق، كان فيهم الآخر اللحظات في زوز مقابلات بين صفاقس وبين رادس. نبدأ بمقابلة صفاقس، النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد المنستيري. النادي الرياضي الصفاقسي من الشوط الأول خذ الأقل مرتين عن طريق شادي الهمامي دقيقة 21 ودقيقة 35، دونك هذوما الزوز أهداف اللي تقدم بهم النادي الرياضي الصفاقسي بلا الشوط الأول في المهيري. يرجع اتحاد المنستير روجي أولو في دقيقة 71 يسجل الهدف الأول لذلك النتيجة، ومن بعدها في 88 يوسف العبدلي يسجل الهدف الثاني، هدف التعادل مع ورقة حمراء لمحمد الصغراوي اللاعب النادي الاتحاد المنستيري. مدافع الاتحاد المنستيري خذ ورقة حمراء وقتها في 77 وخلى فريقه يلعب بعشرة أم لاعبين 2-2. بمباراليل في رادس النتيجة كانت وقتها 2-1 التعادل بين اتحاد بن قردين والترجي. اتحاد بن قردين هو اللي تقدم في النتيجة، وقتها سجل العوجي فخر الدين في دقيقة 6، بعدها عدل محمد علي بن حمودة بعد محاولات كبيرة وعديدة للترجي الرياضي التونسي. كان قدامها بصراحة رجل المقابل البارح نور الدين الفرحاتي حارس اتحاد بن قردين، عنده ماتش كبير برشا ونتصدى لكل تقريبا الفرص نتاع الترجي الاخيرة اللي كنا نحكيو عليها، واهمها وابرزها الدقيقة 40 كان صدى ضربة جزاء كان صوبها وسددها اللاعب محمد علي بن رمضان. دونك 1-1 حتى ال 85 دقيقة، 2-2 وقتها في المهيري، هدف التتويج وهدف البطولة جاء في 90+7 عن طريق المدافع الياس الشتي، تصويبة سجل بها الهدف الثاني هدف الانتصار كما قلنا، والتتويج رقم 32 بالبطولة للترجي. خلينا نسمعوا المدربين المتوج واللي زاد جاء الثاني في الترتيب وعدى موسم كبير برشا مع الاتحاد المنستيري فوز البنزرتي. نبدا بنبيل معلول مدرب الترجي الرياضي التونسي، المدرب اللي في شهرين هز دو تيتر، هز زوز بطولات مختلفة في كل بلاد، هز مع الكويت الرياضي بطولة الكويت في أفريل، وبعد هز بطولة تونسية البارح مع الترجي الرياضي التونسي. معناها عطيتني باس بور وميرسي لو ستاف اللي كان قبلي، خدم خدمة كبيرة راضي بصراحة، وكان مشروع خدم خدمة كبيرة رانا ما كناش لما أنا موجودين ونلعبوا على الشامبيونات إلى آخر رمق. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا، فزنا ثلاثة، فزنا بكأس الأمير في شهر ديسمبر، فزنا بالبطولة تو عنا شهر تقريبا ولا أكثر، وتو فزنا ببطولة تونس. هذا معناها أهم شيء بالنسبة لنحن، لكن اللي أهم منه هو الترجي الرياضي التونسي فاز بالبطولة بعد تعب كبير، لأنه التحضيرات بدأت من شهر جويلية الماضي عام كامل تقريبا أو 11 شهر، واللاعبين هما في تمارين متواصلة. نشكرهم على مجهوداتهم، نشكر الإدارة على الثقة الكبيرة اللي وضعتها فيها، والحمد لله الحمد لله. هذا نبيل معلول مدرب الترجي المتوج بالبطولة. نحكيه على مدرب آخر كما قلنا عدى موسم كبير مع الاتحاد المنستيري سناء، الاتحاد اللي يستحق الشكر ومدربه زاد يستحق الشكر فوز البنزرتي اللي برشا يتسائلوا على مستقبله مع الفريق. جبان صار ما عرفش له ولا علم له قبل ما ماجي تمي من السيزون جاء كمبيما ميشان الحمد لله في انتلاء معانتها بشي بسيطة برشا في انتلاء معانت امكانيات ضيفة برشا في انتلاء ممكن حد غير من السيريا لك بجوار معانتها اللي مانك دفكتير فده معانيش معانتها اليوم معانا خاناش حتى 18 لاعب معانتها بخير الجرزيان في انتلاء سنة لو سنة اليوم معانتها معانتها هذا يتحسب للملاعبية والجهاز الفني كل والناس كل اللي عاونت على هذا في انتلاء نشكر الناس كل الحمد لله. الترتيب بعد نهاية مرحلة التتويج من نهاية البطولة في موسمها الحالي، الترجي والبطل 24 نقطة، بعد الاتحاد المنستيري 22 من المركز الثاني، ذو مزوز فرق في لعبو تشامبيونز ليج العام الجاي، مواطنين التوانسة في تشامبيونز ليج، السي اس اس يضمن بلاصة في كأس الكاف موجود في المركز الثالث 16 نقطة، عنده 16 نقطة للنادي الرياضي الصفاقسي، بعيد نقطة على النادي الافريقي اللي عنده 15، ولهنا النادي الافريقي مبدئيا موجود في كأس الكاف العام الجاي في انتظار التأكيد الرسمي من جامعة تونسية لكرة القدم. من النجم الرياضي الساحلي يكمل الخامس في ترتيب البطولة في مرحلة التتويج عنده 13 نقطة، واتحاد بن قردين في المركز الأخير مربح حتى مقابلة في مرحلة التتويج عنده 3 نقاط من 3 تعادلات.
أرقام الأترجي لبطل في مرحلة التتويج، عنده 10 مقابلات 6 انتصارات 3 تعادلات وهزيمة وحيدة للترجي، مركز 16 بونت وأحسن هجوم مع الاتحاد المنستيري وقبل 8 أهداف وثاني أحسن دفاع مع النادي الرياضي أصفاقسي. في بطولة الهدفين مع نهاية الموسم، محمد علي بن حمودة هو بطل الهدفين، عنده 10 أهداف، موجود في المركز الأول المهاجم الترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان زاد في وسط السيزون هذية. أيمن الحارزي موجود في المركز الثاني، عنده 7 بونتوير، لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. المركز الثالث فيه 5 أهداف الكل من الأسعد الجزيري لاعب اتحاد من قردين، وليد القروي لاعب السياسات، ويوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري. نكملوا بأخبار زاد يهم الترجي الرياضي التونسي. عزيز فلاح متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي أعلن نهاية الرحلة مع الإتوال. الأخبار اللي عنا تقول أنه باش يلعب العام الجاي بأزياء الترجي الرياضي التونسي بعد ما أمضى عقده بصفة رسمية. عزيز فلاح عمره 20 عام، يلعب متوسط ميدان كما قلنا. النشرة هذه آخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.